الصباح. في ضواحي مدينة ورزازات هنا يعيش الشاب يونس 24 سنة ابتلاه الله بالأكل. سيحكي لنا قصته. ما هي قصتك مع الأكل؟ قصتي مع الماكلة، أنا قصتي مع الماكلة دايرة بحال القصة ديال روميو وجولييت، دايرة بحال القصة ديال قيس وليلى، دايرة بحال القصة ديال حمادي والضاوية. الناس كياكلوا باش يعيشوا وأنا كنعيش باش ناكل. كم مرة تأكل باليوم؟ كناكل في النهار، كناكل بالليل، كناكل في الدار، كناكل في الزنقة، كناكل في الخدمة، كناكل في القهوة، أنا فين مشيت كناكل. الماكلة هي الحياة، والحياة هي الماكلة. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. علاش نقول الحب؟ الحب راه هو الماكلة، والماكلة راه هي الحب. علاش تقول شي بنت بغيت ناكل ليك الحلوة؟ الحلوة الماكلة غير نعز عليها الحلوة ديال الباتيسري، حيت كتاكلها وكتقادها. أما الحلوة الأخرى كتاكلها وكيعاودوا ياكلوها، ولا كيكونوا كلاوها عاد غادي تاكلها. غلط. يونس يحب مداعبة الأكل قبل أكله، وذلك فقط عند حضور أصدقائه. وفي بعض الأحيان يونس يعيش كوابيس سيئة. خصك دير الريجيم. الطرب ده. لكن يونس يعاني من مشكل واحد، دمر الليل حياته وجعله لا يستمتع بالأكل طول الوقت. علاش داروا الليل؟ علاش داروا الليل؟ علاش انا ما عندي الفطور ما كيسالي حتى كيبدا الغدا، والغدا ما تيسالي حتى كيبدا العشاء، والعشاء ما كيسالي حتى كيجي الليل. انا فاش كنفيق كنحسبتي بحال ما عمرني كليت. وفي هذا الحزن الشديد تركنا يونس ليأكل. Food is life. Life is food.